أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. موقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا نبيل فيصل أبو تركي وضيفنا في هذه الحلقة رئيس مجلس إدارة نادي النصر. أبو تركي، كنت رئيس توافقي من كل الأطراف في النصر. احنا نعرف أنه في شيء اصطلح على تسمية المعارضة والموالاة، أنت كنت للمعارضة والموالاة حبيب الكل، يعني ما عندك مشاكل. السنة الأخيرة أخذت لك جهة، الجهة اللي يعني ما اصطلح أيضا على تسميتها خلينا نقول الأمير منصور والأمير الوليد بن بدر، أنت أخذت هالجانب ضد الجهة الأخرى اللي هي الأمير ممدوح ومعارضي الإدارة النصراوية، اللي طبعا هذا اللي ظهر في السطح. ليش أخذت جانب وتركت جانب؟ ما أخذت جانب وتركت جانب يتركي، بالعكس يعني أنا منفتح على الجميع، لكن أنا أعتز بالأمير منصور وأعتز بالأمير الوليد وأعتز بالأمير ممدوح وأعتز بكل عضو شرف نصراوي، وزي ما ذكرت لك أنا منفتح على الجميع. يعني أنا رئيس لنادي النصر، ماني رئيس من حزب أو من هذه المواضيع، لا أبدا، يعني أنا رئيس لنادي النصر وأبواب نادي النصر مفتوحة للجميع. يعني ما أخذت جانب تجاه جانب؟ لا. يقولون أنه الأمير فيصل بن تركي لا يستطيع أن يأخذ قرار حساس دون الرجوع الأمير منصور بن سعود وليد بن بدر حتى يعطونه، خلنا نقول يعني إذا تسمح لي أبو تركي، ختم الموافقة، أنه توكل على الله أبو تركي إحنا معك، وما تقدر تأخذ القرارات حساسة بدون ما ترجع لهم. أنا لو أحكي الحين يمكن يزعل الأمير منصور، بس الأمير منصور بعض الأحيان يقول لي أنت ما تعلمنا بكل شيء يا رئيس، يعني فلا بالعكس يعني أتشاور مع الجميع، لكن قراراتي منفردة وعندي صلاحية كرئيس نادي النصر أن أقرر أي شيء في نادي النصر. مو يعني مو كل شيء تأخذ الموافقة فيه من الأمير منصور ومن الوليد؟ لا، ولا اصلا اخذ موافقه من اي احد، انا عندي مشاورات استشير الجميع، لكن في الاخير انا اللي بقرر. زعلوا عليك هالموسم انك انت اخذت قرارات بدون ما ترجع لهم احيانا؟ احيانا. زعلوا؟ لا، لانهم عارفين وضع الثقه فيني، كل الاعضاء اللي ذكرتهم انت انه يعني اغلبهم انه وضع الثقه فيني. ليش في ادارتك اعضاء الشرف ما عاد في لهم صوت؟ يعني في عهد إدارة الأمير فيصل عبد الرحمن والإدارات السابقة كان في صوت لأعضاء الشرف، نسمعهم موجودين ورايحين وجايين ويدفعون ويتبرعون. إدارتك ما في أحد منفر لأعضاء الشرف أنت؟ لا، ماني منفر لأعضاء الشرف، زي ما قلت لك في أعضاء كثير لا يرغبون ذكر أساميهم. طب وأعضاء الشرف اللي كانوا يدعمون قبل إدارتك ليش راح؟ يعني خليني أقول لك شيء بصراحة أبو تركي، أنت وعمران العمران بينكم مشكلة شخصية، بينكم كلنا نعرف إنه صار في شيء شخصي بينكم، إيش دخل النصر؟ يعني خلوا مشاكلكم برا النادي، انت صديقك مو صديقك هذا برا النادي، نادي النصر هذا عضو شرف وهذا الكيان انت ترأسه، ايش دخل نادي النصر في مشاكلكم؟ تركي شوف، هي كان في اختلاف في وجهات النظر في البدايه، ثم اصبحت اختلاف شخصي. انا من هذا المنبر ومن هنا اقول لك انه افتح صفحه جديده مع الجميع، واقول لك ان الاخ عمران العمران يقدر يدخل مع الباب الكبير اللي هو باب هيئة أعضاء الشرف كما هو عضو هيئة أعضاء شرف ويتبرع لنادي النصر السعودي. ما عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة أبدا. شلون يعني انتهت المشكلة اللي بينكم؟ لا لا، صلحتم يعني خلاص؟ نادي النصر ما هو ملك الفيصل بن تركي ولا ملك لأي أحد، فلذلك الناس المفروض تدعم الكيان ما هو الأشخاص. يعني لو عمران العمران قدم دعم لنادي النصر تقبله وتعلنه انه هذا؟ نعم. دعم عمران؟ نعم. وما تحاول تحط له عراقيل؟ ابدا. عمران عمران عضو شرف داعم من وجهة نظرك؟ نعم. من خسر، النصر ولا عمران؟ تركي احنا ما نفرنا اعضاء الشرف، يعني زي ما قلت لك الدعم يقدرون يدعمون في اي وقت يبغونه، يعني كلنا خسرنا، نادي النصر خسر وعضو شرف خسر. وسامي الطويل؟ سامي الطويل ما في مشكلة بيني وبينه، ما نسمع له صوت من أعضاء شرف الداعمين وما يتكلم. والله هذا شيء رجع له، زي ما قلت أنا إحنا يعني كإدارة نحاول نجمع أعضاء الشرف، لكنهم بعد مفروض يكونوا قريبين من الإدارة أو قريبين من ناديهم، خلي الإدارة لحالها، قريبين من النادي الكيان. محمد بن عبد الله بن عبد العزيز؟ لا، الأمير محمد بن عبد الله إلى يعني يدعم إلى الآن، يعني آخر دعم له في الفترة الثانية، وأصلا ما في مشكلة أساسا مع الأمير محمد بن عبد الله، بالعكس هو داعم ودائما ما يستشير في أشياء كثيرة. فاجأتني بكلامك، يعني أنه
عمران العمراني إذا يبغى يرجع يرجع. أنا توقعت أنه الزعل كبير بينكم. أوكي خلي الأشياء الشخصية. أوكي حين فهمت. أنه ممكن تكونوا يستمر خلافكم الشخصي بس يبغى يدعم حياه الله. يدعم حياه الله، هذا نادي النصر للجميع، ما هو الفيصل بن تركي. هذا مو بعلان أنه خلافكم انتهى. لا لا شف، أيا كان الخلاف، أيا كان إذا كان في خلاف، لكن أنا حتى الآن أقول لك حتى لو في خلاف أنا أفتح صفحة جديدة مع الجميع من عندك هنا تركي. بما فيهم الأمير ممدوح؟ بما فيهم الأمير ممدوح، أصلا ما في خلاف بيني وبين الأمير ممدوح. إذا تتكلم على موضوع ماسة فهذا شيء مستثمر مع النادي، لكن كعضو شرف ما عندي اختلاف أبدا مع الأمير ممدوح، يمكن اختلاف في وجهات النظر لكن ما في خلاف. طيب لو في أحد من أعضاء الشرف المؤثرين والداعمين أو خلينا نقول من أصحاب الرأي أو أصحاب المشهورة أو اللي بعض الناس يسمونهم أصحاب القرار، مثلا الأمير منصور بن سعود ولا الأمير وليد بن بدر ولا أي أحد من أعضاء الشرف قال لك أبو تركي معليش ده بيرجع عمران أو يرجع سامي الطويل أو أي أحد من هالأعضاء الشرف اللي إحنا مختلفين معاهم ترى ندخله وإحنا نمشي. هذا زي ما قلت لك النادي له بملك الأمير منصور ولا فيصل بن تركي ولا وليد بن بدر ولا فيصل بن عبد الرحمن ولا الأمير ممدوح ولا أعضاء الشرف الباقي. ما أظن الأمير منصور أو الأمير وليد، ولا أعتقد أصلا وأجزم يمكن أن الأمير منصور يعني بالعكس يرحب بكل الناس وكلنا نرحب بكل الناس أو كل أعضاء الشرف أو أي عضو شرف أو أي نصراوي يبغى ينضم لعضوية الشرف. يضايقك أنه دائما يقولون الأمير منصور بن سعود هو صاحب القرار؟ يضايقك أنه يقولون والله الأمير بن منصور بن سعود هو من يحدد ملامح الإدارة؟ يضايقك الكلام؟ لا ما يضايقني لأني عارف أني أنا من أقرر في الأخير. طيب خلينا نسألك عن أحد الأسماء المهمة في المشهد النصراوي، لما حد يعني اسم كبير رحب النصراويين كثيرا بوجوده لكنه مو متواجد يعني بشكل فعلي، ما حد يشوف تحركاته بشكل فعلي، مع أنه قوبل تواجده في المشهد النصراوي بكثير من الفرح، الأمير تركي بن ناصر والد الأمير فيصل بن تركي اللي هو والدك مو موجود. لا لا بالعكس موجود، يعني سمو الوالد ما يعني ما يحب يظهر في الصورة في هذه المواضيع. في أعضاء شرف آخرين كبار في عندي أخرى زي الأخ عبد المحسن آل الشيخ ما يظهر في الصورة كمان، لكن سمو سيدي الوالد بالعكس دائما ما متواصل معه، أنا دائما وهو متواصل مع سمو الأمير منصور على جميع ما يحدث في نادي النصر، وآخرها كان في اجتماع قريب بيني وبين سمو الوالد وكان بحضور نائب الرئيس عامر السلهام، وبالعكس الوالد متحمس لا من دعم ولا من وقوف مع هذه الإدارة ووقوف مع نادي النصر ناديه الأول، يعني الوالد عشق نادي النصر منذ الصغر. يعني الموسم الجاي نقدر نقول راح يكون في تواجد أكبر لما تركب النصر إن شاء الله. إن شاء الله يمكن ما هو على الساحة الإعلامية لكن إن شاء الله. طيب خليني أسألك عن أنت قلت لي قبل شوي أنه أنا خسرت من جهدي ومن صحتي ومن وقتي ووقتي مع أسرتي ومن مالي. الأمير فيصل التركي كم صرف على نادي النصر؟ يعني كل الناس تتكلم، جبت السهلاوي وجبت عبد الرحمن القحطاني بسلوف أعضاء شرف تبرع شركة الاتصالات وما دفعت شيء من يوم رأست النادي 59 مليون